سعداوي يا باشا، هات لي يا ابني قهوه ساده تاني. الله، غريبه اللي انت فيه ده يا استاذ عادل. ايه الغريب فيه؟ مش عوادك يعني يا باشا تشرب قهوه ساده كتير كده؟ اهو بقى من الدوشه اللي حصلها لي في البيت ده، انا كاني يا اخي متجوز الستات اللي معايا دول. ما هو لا مؤاخذه يا باشا، الستات ما يحبوش يتخانقوا غير مع جوازهم، وانت الراجل الوحيد اللي قدامهم. طب يعني عشان انا الراجل الوحيد اللي قدامهم يقرفوني ويطلعوا عيني طول الوقت؟ بالظبط كده. طب انا اقول لك يا باشا، انا اختي قبل ما تتجوز كانت كل يوم تتخانق معايا عمال على بطال كاني جوزها واكتر. وبعد كده ايه اللي حصل؟ طلقتك؟ خلعتني يا باشا. بس انا باشا عندي حل للموضوع ده. قول يا ابو الحلول. انا عارف ان اختك واخت المدام لا مؤاخذه مش متجوزين. ده انت شيخ حاره بقى، اخلص. انا بقى باشا من الاخر عندي عريس لقطه الواحده فيهم. عريس؟ والله ممكن دي تبقى فكره. يعني فين؟ وممكن ياخد الست والدتك لو جوز اختك، وياخد الست حماتك لو جوز اخت مراتك. الله 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 الله، ده كده يبقى شال تلت الحموله. فين هو العريس ده واسمه ايه؟ اسمه حمدي دقه المزاهر. ايوه بس دقه المزاهر دي مش ممكن يعمل دوشه؟ لا لا يا باشا خالص، ده اتجوز 4 مرات وعمره ما عمل دوشه خالص. اتجوز 4 مرات؟ ما كده يا ابني هيبقى قرش كومبليه. هرش مين يا باشا؟ ده نضيف جدا، ده عمره ما هرش. لا انت مش فاهمني، قرش كومبليه يعني هيبقى خلاص متجوز 4، ما ينفعش يتجوز تاني. لا يا باشا ما تقلقش، ال4 حريم بتوعه ماتوا. لا حول ولا قوة إلا بالله، الأربعة ماتوا؟ ده أكيد ماتوا في حادثة بقى. لا يا باشا، الأولانية جالها انفلونزا الخنازير وماتت. طب والتانية؟ التانية جالها انفلونزا الطيور وماتت. لا لا لا، طب والتالتة؟ التالتة جالها انفلونزا المعيز وماتت. لا 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 لا، ده الراجل متبهدل خالص، يا عيني كله انفلونزا. طب والرابعة؟ هو اللي جاله بقى جنون البقر وهي اللي ماتت. ده تخصص حيوانات يعني. يلا الله يرحمهم جميعا، بس كده صعب قوي يعني. اكيد بقى اللي كتب له الكتاب مثلا مش مأذون، اكيد حنوتي يعني. قدروا بقى يا باشا. واكيد برضو اي عروسة ما بتمضيش العقد بتاع اللي هو الجواز ده، لا بتمضي شهادة وفاة. طب اقول لك الحاجة باشا، حمد دق المزاهر ده راجل طيب جدا. طيب منين يا عم الـ4 فيصوا منه؟ تقولي طيب وفي سنة واحدة؟ والله العظيم يا باشا. بس عموما هي فكرة مش وحشة سعداوي. احدد لك ميعاد معايا قبلك على القهوه؟ لا بلاش يقابلنا على القهوه، يجي لي بكره على المطعم. السلام عليكم. صح دكتور. انت بتاكل الشغل يا اد؟ يخرب بيتك، بقول لكم ايه، عايزكم النهارده تظهروا بمظهر نظيف. وش معنى يعني يا استاذ حددت النهارده؟ هو العيد جه؟ وانت ما بتنضفش الا في العيد؟ النهارده يا سيدي في عريس جاي يخطب، لا اما اختي لا اما اخت مراتي، لسه هنشوف يعني. لا في الحالة دي يا استاذ عادل بقى يبقى لازم النهارده نظهر بمظهر نظيف. طب ما انا لسه قايل كده، يعني ايه اللي انت ضفته يعني؟ المهم جهازه. ها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حمدي يدق المزاهر. اهلا وسهلا، انا عادل فك المراكب. انا اسف اتاخرت عليك، اصلي كنت بعمل الواجب. تعمل الواجب؟ حضرتك لغايه دلوقتي بتروح المدرسه ما شاء الله. مدرسه ايه؟ انا بعمل واجب العزاء، اصلي كنت بعزف مرات واحد صاحبي، الثالثه ماتت. حضرتك فرحان يعني ان اصلك ما تعرفش مراته الثانيه لسه ميته من شهر. الله يرحمك يا سنة، اول اجلاء يعني لما نشوف عشماوي ده هيخلص على مين. انت بتقول حاجه يا استاذ عادل؟ لا بقول لك اهلا وسهلا يعني، حضرتك منور. حضرتك احنا نخش في الموضوع على طول. ايوه نخش في الموضوع، اظن سعداوي بلغك ان انا عايز عروسه. ايوه حصل، وطلبك عندي. بس انا عايز عروسه تعيش معايا. تعيش معاك دي صراحه ما اضمنهاش يعني. ليه؟ انا هعملها كويس. ايوه وانا عليا هجهز لك من كل حاجه، فستان الفرح والعفش والكفن وكل كفن. كفن شيء يعني. انت شوقتني للجواز، ممكن اشوف صوره العروسه؟ صوره؟ تصدق معايا صوره بالصدفه كده لسه حاططها اهي. اتفضل. يا سلام، ده انت عندك تشكيلة ستات حلوة قوي يا استاذ عادل. تشكيلة ايه؟ ايه يا استاذ؟ ايه الكلام ده؟ حضرتك اتنقي وخلاص يعني. ايه ده؟ ده انا؟ حضرتك سبت دول كلهم وبتنقيني انا؟ لا الست اللي واقفة جنب حضرتك. لا دي امي، بقول لك ايه، وانا بحبها ونفسي تعيش. مش الجنب ده، الجنب التاني. دي نجلاء اخت مراتي يعني. نجلاء؟ انا هتجوز نجلاء. الله يرحمك يا نجلاء. مش موافقة يعني؟ مش موافقة يا أبي، وده بقى جواب نهائي. جرى إيه يا نجلاء؟
مش تشوفيه الاول وبعدين تحكمي. يا بيه من غير ما اشوفه ده كفايه ماما اني اسمه حمدي دقه المزاهر. ايوه دقه المزاهر ده مش اسمه ده لقب، واللقب ده اكتسبه عشان حاجه عكس المزاهر خالص يعني. نو يا عادل انا بقى مش موافقه ان انا خالص، عشان انا مش ممكن ان انا اجوز بنتي لواحد متزوج قبل كده وسكند هاند. يا حماتي يعني انت لو جالك عريس سكند هاند مش هتوافقي؟ لا اكيد حوافي عادل، اكيد حوافي لو كان متجوز 10، بس بنتي لا جامي جامي جامي. سوري يا بيبي، وانا كمان اتفق مع اختي على هذا الراي المتفق عليه، اختي مش ممكن تتجوز راجل مستعمل قبل كده. ايوه ما لحقش يستعمل، ما لحقش يعني قبل كده اللي جوزوه ما لحقوش يستعملوه يعني حضرتك، ده بالظبط بالكرتونه والشاحن. يا عادل يا حبيبي، الرجل المتزوج من زيجات متزوجه متعدده يعتبر رجل زوجي ومزدوج ومزواج. ايه الازدواج في الشخصيه اللي عندك ده يا رانيا؟ يا رانيا خليكي محضر خير. رانيا ما تنسيش انها لو اتجوزت الاوضه دي هتفضى من اختي من أمك، انت ناسية. يا نجلاء يا حبيبتي، يعني نصيحة من أخت لأختها الصغيرة، يا حبيبتي الزواج يعتبر ساتر حصانة ما بين المرأة والرجال المتلصصين المتبصبسين عليها، وفي نفس الوقت ذاك الوقت إن الأولى دي ممكن تفضى عادي جدا. إيه؟ يعني من الآخر وهقي واتكي على الله. بصي بصي أنا هقنعك بقى، اتفضلي. جميل جميل جميل. بصي صورته. ايه 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 في ايه؟ ماله ماله؟ ايه يا بيبي؟ ده ورع بلاطة وشنب كبير. ده جان يا ماما، جان كفاية. بصي بصي على شنبه وهو مهفف كده على مناخيره. ليه ليه يا ماما؟ ده جاهز من مجاميعه، عنده شقة وعنده عربية وهيجيب لك شبكة غالية جدا وهيعمل لك كل اللي انت عايزاه. لا بس هصلع وبشنب. طيب انا بالنسبة للصلع والشنب دول انا هخليها ستي يتصرف لك فيهم. يعني ممكن يتغير عشاني؟ طبعا ممكن يتغير علشاني. خلاص لو هيعمل كل ده علشان خاطري انا ممكن اوافق، بس بشرط هتجيب لي صورة جديدة بعد التعديلات عشان اقدر اكرر. ماشي يا ستي اجيب لك صوره بعد التعديلات، يا دي شغلانه. يا توحشين قوي انا كلا. ازاي اغير من شكلي؟ والله يا استاذي هو ده طلب المرحومه، طلب العروسه يعني. الغالي يرخص لها يا سيدي، احلق شنبي. معلش هو طلب تاني ممكن يبدو ان هو رخم، بس ده مهم، هي نفسها ان حضرتك تبقى باروكه يعني. باروكه يعني انت كده يبقى شكلي وحش لو رحت عزا حد من اصحابي مراته تكون متوفيه، يعني محدش هيعرفني في العزا، شكلي يبقى ايه؟ يا سيدي وانت على طول مركز في عزا، ركز مره في فرح، فرح افرح بقى يعني. واسيب الناس اللي بتتساقط وتمد الميم. عندك حق، انا عشان كده فكرت في فكره كويسه قوي ان اعمل لك الفرح في الحميديه الشاذليه. انا كده ارتحت، الحميديه الشاذليه احسن من عمر مكرم، في واحد هناك بيعمل فنجان بن ساده على روح المرحومه. انا مش فاهم انت على طول مركز في البن ومركز حتى الراجل اللي بيعمل بن ماشي. عموما يا استاذي لما تعمل التعديلات اللي في خلقتك دي يا ريت بقى تديني صوره.